السلام عليكم. بقول لي هون انت في عندي صندوق كتلته 50 كيلوغرام مائل بزاويه 30، عندي ماتور ام كريت ستارت فروم ريست. ستارت فروم ريست يعني في انيشال 0 او تي 0 واكس انيشال 0 ذا كونستانت ات سبيد 4 متر لكل سكند، يعني في فاينل 40 4 متر لكل سكند بتسارع ثابت، تسارع ثابت تبلينك 8 متر، يعني هذا زل 8 متر دلتا اكس او 8 متر. حكى لي ترمان ذا باور ذات ماست بي او سبلايد باي ذا موتور ذا انستنت ذات هاز كارت 8 متر، يعني بده باور بعد 8 متر، يعني بالنهايه بده يعني اوجد القوه بعد ما مشت 2 ثواني 8 متر، يعني بده يكون عنده اوجد تسارع مشان اوجد قوه. الموتور افشنسي نيو هاي تساوي كم؟ 0.74. تمام، عشان بعرف الباور اوت تساوي اف في F اللي هي القوة المحصلة، القوة المحصلة، فبعمل تحليل البلوك F هاي القوة المحصلة. تمام، طبعا راح تقول لي في T، أنا خلاص F للماتور نفس شو اسمه نفس F هي القوة المحصلة، يعني هو المفروض حبلين، المفروض حبلين بس ما بتفرق كثير، يعني المفروض إنه حبلين يكون، يعني إنه هذا الماتور مربوط بالكيبل. تمام، ايوه زي هيك، فانه الصندوق مربوط بأف، المفروض انها اف 2 تي. تمام، اف 2 تي، انا اخذت واشتغلت على اساس الصندوق، ما اشتغلت على اساس الماتور، انا اخذت باور والف للصندوق. هاي اف، هاي نورمال فورس، هاي ام جي ساين 30، وهاي ام جي ساين 30 طبعا بتساوي، بدي افرض التسارع من عندي ام في ايه، المفروض ام في ايه لو فوق عادي ام في ايه، بفرض زي ما بدي، الموتور راح يتفشل جوا يعني، بفرض زي ما بدك اصلا التسارع اذا طلع موجب او سالب. شو بعمل انا؟ شوف التسارع عندي، اول شيء التسارع عندي، شو التسارع عندي؟ معطيني في فاينل وفي انيشال 8 متر، فبطبق قانون دلتا اكس او مش دلتا اكس، الفي فاينل تربيع أو في إنيشال تربيع زائد 2 A X، فاينل تربيع هي 4 16 تساوي 0 زائد 2 في 8 A، 2 في 8 16 على 16 A بتساوي 1، تطبق قانون ال 16 F M G sin 30 تساوي 1 يعني 50، هاي 50 بطلع ال F، الاف في الفي في 4، الاف اللي طلعته هون ضربتها ب 4 طلعتها ايش بيطلع معي؟ الباور طلع معي الباور، بس اطلع الباور، هاي الباور اوت، بده الانبوت مع ميو، بس انا هو عاملها اف، دائما بفرض اف قوه محصله بس هي المفروض انها تو اف، يكون خطا بالكتاب انه مبدئيا اعتبره سؤال هيك، دائما بفرض اف لما اجي احسب ما بدي احسب الباور، بفرض فورس اف اللي بدي احسب. يعطيكم العافيه.